عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم السادس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات حتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة بألفين جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6 مليون جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ بكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثانية، واللي بتضم جامعة المنصورة في صدارة المجموعة بست نقاط و325 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني جامعة دمياط بثلاث نقاط و145 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث جامعة حلوان مفيش نقاط و260 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع جامعة أسيوط مفيش نقاط و105 نقطة إجابات صحيحة. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو وصيف الموسم الرابع والخامس، اتهزموا في أول مباراة في مفاجأة من العيار التقيل. النهاردة فرصتهم الوحيدة لتصحيح المسار. نرحب كلنا بجامعة أسيوط. جامعة أسيوط افتتحت عام 1957 وهي أول جامعة إقليمية على مستوى الجمهورية، تعمل على إعداد خريجين مزودين بأصول المعرفة العلمية المتخصصة ومدربين تدريباً عالياً على المهارات المطلوبة، مع توافق برامج الجامعة مع المتغيرات العصرية. تضم مختلف الكليات النظرية والعملية وبعض المعاهد العليا وقاعات مجهزة للمؤتمرات وقرية أولمبية ومدينة جامعية. هيمثل جامعة أسيوط في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. أهلي وأصحابي حاولوا يدعموني بعد الماتش اللي فات، وأنا استعديت بشكل أفضل وهحاول أقدم أداء أحسن في الماتش ده، وخصوصاً إن ماتش النهاردة ماتش مصيري بالنسبة لنا. الماتش اللي فات كان فيه أخطاء كتير زي عدم التوفيق وعدم التركيز، المرة دي هنحاول نكون مركزين أكتر وإن شاء الله ربنا يكرمنا. للأسف الماتش اللي فات ما كنتش موفقة، كان عندي إجابات كتير ولكن الحظ ما كانش معايا. الحمد لله الماتش ده استعديت بشكل أحسن لأقدم أفضل أداء عندي. ماتش النهاردة مصيري بالنسبة لنا، لو خسرنا لا قدر الله هنودع البطولة، بالتالي لازم كل واحد فينا يطلع أحسن ما عنده عشان نكمل مشوارنا. جامعة أسيوط الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كابتن بدري. ايوه يا دكتور، ايه اللي حصل الماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات يمكن الاستعداد ما كانش بالشكل اللي احنا عايزين يكون عليه المستوى، كان في اخطاء في المناقشه، في التركيز، في كام نقطه كان ممكن نجيبهم يبقى الوضع احسن، وان شاء الله احنا عدلنا بعض التعديلات باذن الله نعرف نجيب الجيم. يعني انا جالي احساس ان انتوا جايين احنا الوصيف، احنا اقوياء، اعلى سكور في التصفيات، ثقه متناهيه، خدتوا بوكس. انا ما اقدرش اقول غير انه بوكس، زي ما جامعه القاهره خدت بوكس بالظبط من جامعه بنا. كارن، ازيك يا كارن؟ بخير تمام. عملتوا ايه مختلف المره دي؟ حاولنا نستعد بشكل افضل، يعني شفنا الغلطات كانت فين وحاولنا نصلحها ونستعد اكتر. إبراهيم الدسوقي، النهاردة فرصتكم الأخيرة. ما كسبتوش؟ هنودع البطولة. هتودعوا البطولة في مفاجأة من العيار التقيل عمرها ما حصلت، عشان كده ماتش النهاردة بالنسبة لكم مصيري إن شاء الله. وليه رأيك يا مروة؟ إن شاء الله خير، إحنا عملنا اللي علينا وأكيد ربنا سايب لنا الأحسن. جامعة أسيوط بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلها جامعة أسيوط. أما الجامعة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو كسبوا أول مباراة بصعوبة، الفوز النهاردة يضمن التأهل لدور الثمانية.
كسبوا صعدوا. نلعب كده في جامعة دمياط. جامعة دمياط. في عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم 276 بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وفي شهر يوليو عام 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة. تضم جامعة دمياط كليات مختلفة مثل الهندسة والتربية والعلوم والفنون التطبيقية والزراعة والتجارة والآداب. هيمثل جامعة دمياط في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. فخورة بإني بشارك في برنامج العباقرة لأول مرة، وإن شاء الله أكون إضافة كويسة لتيمي وأقدم أداء مشرف. ماتش النهاردة صعب، خصوصاً إن إحنا بنقابل جامعة كبيرة زي جامعة أسيوط، يهمنا جداً الفوز عشان نضمن التأهل لدور الثمانية. فريقي معتمد عليا النهاردة، وإن شاء الله أجمع أكبر عدد من النقاط وأساعد التيم بتاعي. النهاردة فريقي معتمد عليا، وإن شاء الله أكون قد ثقتهم ونقدر نحقق الفوز ونتأهل لدور الثمانية. جامعة دمياط الحمد لله على السلامة، وألف مبروك الثلاث نقاط. محمود شريف أفضل لاعب الماتش اللي فات بمية نقطة الحقيقة كلنا. ولكن برضو من وجهة نظري جامعة حلوان كان حصوم وحش. السيناريو بيتكرر كل مرة. آخر سؤال، كان الله في عون يرى أول مشاركة، إحساسك إيه؟ حاسه ان انا مبسوطه ان انا بشارك في البرنامج ده، خصوصا لانه كان حلم قديم عندي من سنين، فمبسوطه. جميل جدا. انجليزي، فرنساوي، الماني، درجه الاتقان ايه؟ هو لو على حسب تقييمي الشخصي فانا شايفه ان مستواي كويس، يعني نقول A plus. A plus كمان. اي فرنساوي A. فرنساوي A كمان A. طب الألماني ممكن A minus. A minus قمة التواضع. رضوى أسامة، ازيك يا رضوى؟ ازي حضرتك يا استاذ عصام؟ احساسك ايه؟ مبسوط طبعا ان احنا الحمد لله كسبنا المره اللي فاتت، وان شاء الله الماتش ده كمان يحالفنا التوفيق، ان شاء الله يعني احنا قدها. تمام. محمود، كلمتك لجامعه اسيوط. التوفيق للجميع يعني، ونعمل ماتش كويس. طبعا محمد الغريب، في بينك وبين جامعه اسيوط طار. لا ده ماتش الصداقه ده والله، ماتش المحبه طبعا. كسبوكوا في الموسم الرابع في السيمي فاينل، فالنهارده في طار ولا مفيش طار؟ بس مش لازم نقول يعني في، يعني جوانا في طار بس كده. تمام. جامعه دمياط كسبته صعدته ان شاء الله، ما كسبتوش هندخل في حسبه بيرما. خلينا نشوف. نحيي كلنا جامعة دمياط. عباقرة الجامعات في الموسم السادس، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: من هو أول رئيس أمريكي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1906؟ إبراهيم الدسوقي. تيودور روزفلت. تيودور روزفلت. إبراهيم الدسوقي طبعاً حصل عليها ليه؟ توسطه لإنهاء الحرب الروسية اليابانية في معاهدة بورتسموث. لا، البدري ما بيبقاش عنده الإجابة، بيبقى عنده المعلومة. إبراهيم الدسوقي إجابة صحيحة. تولى الحكم 1901 وكان عنده 42 سنة. أصغر رئيس في تاريخ أمريكا. مين اللي هبتدي يا إبراهيم؟ هم مين؟ دمياط. أيوة عندهم اسم جامعة دمياط. هم مين؟ جامعة دمياط هتبتدوا الأول. وأول فقرة يا فقرة العلم. العلم. فقرة العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. امتى جوكر يا جماعه دمياط؟ امتى يا يارا؟ تاريخ ان شاء الله. بص محمد الغريب زعلان منك قوي، بتطلعي اسرارنا كده رهيب. جغرافيا. والسؤال هو: في اي دوله اسيويه يقع جبل انامودي؟ ارتفاعه بيصل ل 2700 متر.
معنى اسم الجبل رأس الفيل من أعلى القمم في جنوب الدولة دي. جبل مشهور بالتسلق. في إجابة جات لك من رضوى وإجابة جات لك من يارا، وأنا أقول إجابة تالتة. وإنت هتقول إجابة تالتة. الله الله، إجابتك تايلاند. تايلاند. رضوى إجابة تانية. تمام. يارا إجابة تالتة. تمام. غريب إجابة رابعة. إجابة رابعة. كويس إن أنتوا اتفقتوا. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ ماشي وليها. أنا مروة. نيبال. حد منكم قال نيبال؟ لا لا خالص. إجابة خمسة. ونيبال إجابة خاطئة. هقول معلومة مع الاختيارات، ركزوا. اختياراتنا أربعة: باكستان، كوريا الجنوبية، بوتان، الهند. كيرالا. بوتان. يارا قلتي ايه؟ الهند. الهند. هو مصر مش عايز يسمع اجابتكم. محمود شريف ناقص خمس نقط او زاد 10 نقط. اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه يا بنات الهند. مش مشكله، عادي عادي. ناقص خمس نقط. جامعه دمياط، جامعه اسيوط. سؤال في الجغرافيا. امتى الجوكر؟ لما تقول لنا ايه رايكم تاخدوا الجوكر. يعني لو سهل ناخد الجوكر. مش نستنى نستنى. والله انا شايف السؤال ده، انا من وجهه نظري انه متوسط. نستنى نستنى براحتك. يلا دوس على البازر. جغرافيا والسؤال. توبو هي اكبر بحيره باحدى الدول الجزريه من حيث المساحه، فما هي مساحتها؟ حوالي 610 كيلومتر مربع. عمقها حوالي 185 متر. بتقع على الهضبة البركانية. ثانية. نيوزيلندا. بتقع على الهضبة البركانية في وسط الجزيرة الشمالية ومشهورة بصيد الأسماك، خاصة سمك السلمون. إجابة صحيحة. نيوزيلندا هي الإجابة الصحيحة. زي ما قلت لكم السؤال ده يتجاوب. وبكده النتيجة 20 جامعة أسيوط ناقص 5 جامعة دمياط. دمياط جوكر؟ جوكر إن شاء الله. دوسوا على البزر. تاريخ والسؤال. أسست فوساكو شيجنوبو الجيش الأحمر الياباني عام 1971 بإحدى الدول العربية، فما هي؟ سافرت للبلد دي وأسست الجيش علشان يعملوا هجمات في دول مختلفة دعما للقضية الفلسطينية. عدو عنيد للكيان الصهيوني. اتقبض عليها سنة 2000 واتحكم عليها بالسجن 20 سنة. حلت الجيش وهي في السجن سنة 2001. إجابتك؟ الأردن. محمد الغريب. الأردن. إجابة خاطئة. صعب. ليبيا. أنت طبعا فكرت أن القذافي كان بيدعم القضية الفلسطينية، ولكن هي في دول عرب آسيا. إبراهيم الدسوقي هارد لك. إجابة خاطئة. مين هياخد الريسك؟ زائد 20 أو ناقص 10؟ أربع اختيارات قصادنا على الشاشة: العراق، لبنان، الجزائر، سوريا. بص بقى يا سيدي، الجزائر بره. أنا بقول لك من دلوقتي الجزائر بره عشان إحنا قلنا عرب آسيا. العراق، لبنان، سوريا. سوريا دي كانت إجابتنا التانية، فأنا أقولها. يعني بذمتك أوضاع العراق وسوريا يسمحوا
إن في جيش يتأسس عندهم؟ سوريا أيام الأسد 1971، حافظ الأسد قبل حرب أكتوبر بسنتين، كان لازم تفكر. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة لبنان. طبعاً كان لازم تفكروا فيها لأن الإجابة موجودة وسهلة. ناقص 15 نقطة جامعة دمياط، 20 جامعة أسيوط. نبدأ ونركز يا شباب. وسؤال في التاريخ لجامعة أسيوط. تاريخ والسؤال. كان الأمير يشبك الدوادار وزيراً لأحد سلاطين المماليك في القرن 15 الميلادي، فمن هو؟ في الأول اتعين كاشف للصعيد وبعد كده مستشار، وفي عهد السلطان ده بقى وزير. كان معروف بشجاعته وكرمه خاصة مع الفقراء، وأعتق الكثير من المماليك. له قبة معروفة في حدائق القبة، القبة الفداوية. حدائق القبة اتسمت نسبة للقبة دي. إجابتك؟ أشرف قايت بي. الأشرف قايت بي. موافقين؟ يا نفس إجابتي. نفس الإجابة؟ يعني لو غلط مش هتقول إجابة تانية؟ هفكر بقى. هتفكر؟ آه. طب فكر. ماشي. إجابة صحيحة. هو 1400 معرفش غيره. أيوه، هو معروف إن هو كريم. 30 جامعة أسيوط. الحمد لله. ناقص 15 جامعة دمياط. سؤالين في الأدب. جامعة دمياط، أدب وسؤال. من هو المترجم المصري الراحل مؤلف كتاب الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق؟ يا يارا، 12 1997. بيشرح إزاي الترجمة الأدبية مختلفة عن أي ترجمة أخرى. لقبه شيخ المترجمين العرب. الراحل الدكتور محمد عنان. عفارم عليك، إجابة صحيحة. ترجم 24 مسرحية لشيكسبير، وترجم من عربي لإنجليزي. مجامعة عين شمس. لدكتور طه حسين وصلاح عبد الصبور. طبعاً دكتور محمد عناني كان ترشح لجائزة النيل قبل ما يتوفى. وخدها. وفاز بيها بعد ما توفى. وجامعة عين شمس كرمته في أكتر من ندوة عملوها له بصراحة. طبعاً أنا متخرج من أداب قسم اللغة الإنجليزية، والأستاذ كمان الدكتور محمد عناني أستاذي. حاجة عظيمة. الله يرحمه، كان راجل عظيم. نحييه كلنا. برافو عليك يا غريب. برافو عليك. لو أقدر أديلك على الإجابة دي 20 نقطة مش 10. جامعة دمياط ناقص 5. جامعة أسيوط 30. جامعة أسيوط أدب والسؤال. في غياب بلانكا هي رواية الأديب إسباني، فمن هو؟ 12 1999. الرواية بتتكلم عن الصراعات التي لا تنتهي بين الرجل والمرأة. رواية حلوة جدا. ثانية إبراهيم. كنا محتاجين كلاوديا في السؤال ده والله. إجابتك إبراهيم. كامل خصيصي لا. أدي مهم ولكن طبعا إجابة خاطئة. كارلوس زفون. محمد الغريب، إجابة إيه؟ حكا طبعا. لا مش مضحك. أنت صدمنا أنا كمان. إجابة خاطئة بقى. إجابة خاطئة. هو فعلا إسباني بس إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. مانويل ريفاس، أليخاندرو كاسونا، أنطونيو مولينا، خافيير مارياس. طبعا الأسماء. ألخاندرو كاسونا. ألخاندرو كاسونا. لا
أنطونيو مولينا. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، دمياط علوم والسؤال. باكو باريتو هو أكبر نيزك تم العثور عليه بإحدى دول الأمريكتين، فما هي؟ سقط على الأرض 1863. باكو باريتو ده اسم البلدة اللي وقع فيها النيزك، وزنه بيصل لخمسين طن. خامس أكبر نيزك في العالم، إجابتك؟ المكسيك. المكسيك إجابة صحيحة. المكسيك هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود، 10 نقاط. النتيجة اتغيرت، 5 جامعة دمياط، حمد لله على السلامة. أنا كده دلوقتي 30 جامعة أسيوط علوم وسؤالهم. في أي من دول حوض النيل تم اكتشاف المرض الفيروسي حمى الخنازير الإفريقية عام 1910؟ أول تشخيص للمرض كان أثناء الاحتلال البريطاني للدولة دي، كان بسبب كثرة عدد الخنازير الأوروبية بتنقل عن طريق الدم. أوغندا. أوغندا. موفين؟ أنا كاتبها بس ما أعرفش صح ولا غلط. أنا خمس. نفس الإجابة؟ إجابة حلوة. طب لو الإجابة غلط هتعملوا إيه؟ ما أعرفش، لسه دور على واحدة تانية. أنا حوض إنك كتير. هنخمن. طب خمني. إجابة صحيح. إجابة خاطئة. نشوف التخمينة بقى. خد هيهم. دولة كانت تحت الاحتلال البريطاني. إجابتك؟ السودان. السودان. موافق يا بدري؟ كانت إجابتي التانية. إجابتكم التانية. إجابتنا التانية مش هي. إجابتك التانية. أنا مش هم، أنا هعرفش هم. تمام هم. تمام. ما تقلقش، هنروح للاختيارات. ربنا يسهل. ليه بقى؟ محمود شريف، إجابة خاطئة. هقول لكم حركة مقاومة مشهورة جدا في الدولة دي بعد الاختيارات. 4 اختيارات: بروندي، رواندا، كينيا، تنزانيا. الماو ماو. كينيا. خلاص خلاص. كلمة السر، هو إبراهيم أصلاً قبل ما يسمع كتبها، كتب لي كينيا عشان البريطانية الأشهر اللي بينهم. بعدين لما قلنا حركة تمرد غالبا ما فيش غير الماو ماو، بس لما شفت رواندا في الاختيارات قلنا استنى شوية عشان تكون هي. إجابة صحيحة. كينيا. كينيا هي الإجابة الصحيحة. 10 نقاط. 40 جامعة أسيوط، 5 جامعة دمياط. جامعة أسيوط مركزين النهاردة أكيد أكيد أحسن من ماتش اللي فات بكتير. جامعة دمياط مش مركزين زي الماتش اللي فات. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 45 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. المجموعة الثانية عباقرة الجامعات الموسم السادس، ومباراة مهمة جدا، وهفكركم بالنتيجة. جامعة أسيوط متقدمين 40 نقطة، جامعة دمياط 5. جامعة دمياط عندنا تغييرين: ياسمين المريوي نزلت مكان يارا أبو جدالله، ومحمد الشربيني نزل مكان محمد الغريب. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. أول مشاركة والموقف صعب. مش صعبة والله، احنا مجاوبين اجابات كويسة بس الماينس يعني وكده، بس مش مشكلة. كان في ريسك كتير بيتاخد. مش مشكلة لسه بدري. شربيني عايز تبقى رئيس وزراء؟ بإذن الله. اشمعنى رئيس وزراء؟ والله عندي خطط اصلاحية نفسي اطبقها يعني. قولي اول قرار هتاخده ايه؟ الاكتفاء الذاتي. تمام. انا هكتفي بالتصنيع المحلي
وهشجعه اكتر ان علشان اكتفي ذاتيا واوقف او اقلل حوار الاستيراد ده. والله بص انا بتفق معاك، وانا رايي ان في بضاعه بنستوردها ممكن نستغنى عنها كتير، بتستهلك منا عمله صعبه كتيره جدا. دي حقيقه. طيب ايه رايك تطلب ميعاد من الدكتور مصطفى مدبولي وتتناقش معاه في خططك؟ والله هتشرف. محدش عارف ليه لا، والله هتشرف. نرجع لماتش النهارده. يلا. والتغيير الاول لجامعه اسيوط، محمد ابو القاسم نزل مكان ابراهيم الدسوقي، ابو القاسم الفويس اوفر العظيم. مرسي، ربنا يخليك. هتقدم لنا ايه؟ في سبتمبر عام 2016 كانت الشاشات المصرية على موعد مع انطلاق برنامج جديد تحت اسم العباقرة، ليظهر على الشاشة مقدمه الروائي عصام يوسف الذي كان معروفاً وقتها بروايته الشهيرة ربع جرام. وحتى لو لم يكن يعرفه البعض وقتها، فقلما أن تجد أحداً لا يعرف والده الأديب الكبير عبد التواب يوسف، الأديب الذي يعد واحداً من أحد أبرز رواد أدب الطفل في الوطن العربي، والذي يكاد ألا يخلو بيت من مؤلفاته التي تجاوزت 1000 كتاب للأطفال، محققاً بذلك رقماً قياسياً لكاتب في مصر والعالم. ناهيك عن والدته الصحفية الكبيرة نتيلة راشد، إحدى مؤسسي مجلة سمير للأطفال. وكما أدى الوالدان رسالتهما، جاء الدور على الإب ليكمل المسار، ليقدم فكرة مشابهة لبرنامج الكاس لمين، والذي تم عرضه في الثمانينيات. فهل علينا معلناً عن انطلاق الموسم الأول بدعم وشراكة من البنك الأهلي المصري الذي آمن بالفكرة ودعمها، ليصبح البرنامج هو البرنامج الثقافي الأول ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأجمع، ومساهماً في تطوير المدارس والقرى المصرية. عام بعد عام وموسم تلو الآخر، يقدم العباقرة نموذجاً متكاملاً للنجاح والابتكار والإبداع، لتأتيه الإشادات من كل حدب وصوب. وفي رحلة 31 موسم، كان الشيء الثابت لدى المشتركين والمشاهدين هو ذاك الشغف والترقب المستمرين لسماع جملة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج العباقرة. أولاً بشكرك. مرسي يا رب. أنت لخصت كلام كتير جداً في كام جملة، ولكن عايز صلح معلومة واحدة. كاس لمين كان في الستينيات والسبعينيات. تمام. غير كده كل اللي انت قلته صح. مرسي. محمد ابو القاسم، اتمنى لك كل التوفيق. بشكرك. نرجع لحلقه النهارده والفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه اربع اسئله. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين مروة وردوة، ردوة ومروة. وسؤال بعشر نقاط. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي اللغة الرسمية في دولة كوسوفو بجانب الصربية؟ أكتر من 90% من السكان بيتكلموا اللغة دي، والباقي بيتكلموا صربي. كوسوفو. الفرنسية؟ ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الإسبانية. إجابة خاطئة. اللاتية؟ أنا مش متذكرة قوي. جبتي اللاتية دي منين؟ أنا فاكرة إن هي فعلاً لغتها مميزة، مش من اللغات المعروفة. ولا مميزة ولا حاجة، لما تعرفي الإجابة دلوقتي هتتخضي. طبعاً إجابة خاطئة. الإجابة إيه يا جماعة؟ محدش عنده إجابة؟ ألباني مثلاً عشان أيوة قريبين منهم. صح. طيب ما اللاتية ألبان واحد. طيب اللغة الألبانية بالظبط. ما فرقتش. كلها مشروبات. شفتوا؟ أنا فاكرة الحروف. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضة، بدري ومحمد الشربيني. الشربيني وبدري. قبل ما أسأل سؤال الرياضة،
خلينا نروح لبطلة مصرية اسمها صفاء الشناوي. صفاء الشناوي عندها 4 سنين من مركز الحمول كفر الشيخ. ازيك يا صفاء؟ الحمد لله. اولا انت حققتي ميداليتين في الجمباز ازاي وانت عندك 4 سنين؟ انت بتتمرني بقالك قد ايه؟ سنتين. بقالك سنتين بتتمرني؟ يا نهار ابيض. قولي لي بقى، عايزه تكملي في الجمباز؟ حابه الجمباز؟ حباه؟ وبتحبي برنامج العباقره؟ بتتفرجي عليه؟ هي حضرتك بتحبك جدا جدا، واحنا بنسمعك تقريبا. هي عايزه المايك. ايوه هي عايزه تاخد فرصتها. انت بتحبيني يا صفاء؟ بتقول لك انا بحبك جدا. وانا كمان بحبك جدا. بص يا صفاء، عايزك بقى تجيبي ميداليات كتير عشان نسأل عنك في البرنامج. محدش عارف، ممكن تبقي اصغر واحده نسأل عنها في تاريخ البرنامج. حافظة قرآن، بتحفظ قرآن كمان. ما شاء الله ما شاء الله. صفاء برافو عليكي، وانا مبسوط منك جدا وبحبك جدا جدا جدا. نحيي كلنا البطلة الجميلة صفاء. دلوقتي عندنا سؤال ب10 نقاط رياضة، والسؤال هو: لاعب مغربي هو أول من حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي من الكاف، فمن هو؟ أحمد فرس. وده أول لاعب عربي عامة، مفيش لاعب عربي قبله. أنا قلت من الكاف. الكاف؟ مش الفرانس فوتبول. أحمد فرس سنة 1975 أول عربي ومغربي من الفرنس فوتبول. للأسف الشديد إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ هي بعيدة شوية بس هقول حكيمي. حكيمي إزاي سنة 98؟ 98 طبعاً. إجابة حاجة. خاطئة. مين؟ مصطفى حجي. مصطفى حجي. أنا مش عارف اسم الجائزتين، اخبطت في اسم الجائزتين. هارد لك هارد لك يا بدري. أول لاعب عربي يحصل عليها من الكاف. هارد لك يا بدري. تكنولوجيا كارن وياسمين، ياسمين وكارن. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هو الحد الأقصى المتاح استخدامه من الحروف في المنشور الواحد بتطبيق ثريدز عند إطلاقه في 2023؟ الرقم رقم مقفول. خمسين. هتكتبي 50 حرف؟ أكتر من كده بكتير طبعاً. إجابة خاطئة. يعني 1000. كريمة قوي. يعني كان نفسي بس تضيفي صفر، من 50 تبقى 500. كنت هقول 500. ايوه ما تقولش 500 ليه يا كارن؟ اجابه خاطئه. عدد المشتركين في اول يوم وصل 15 مليون مشترك. قدرات ذهنيه، والسؤال هو: حل المساله الاتيه: 450 في 9 على 6 ناقص 134 يساوي كام؟ فات 7 ثواني وفاضل 7 ثواني. إجابتك 541. إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود. محمد أبو القاسم اتأخرت ثانية. هي ثانية بالظبط. نتيجة اتغيرت. جامعة دمياط 15، أسيوط 40. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلة السرعة:
سينما ومسرح. والسؤال هو من هو مخرج فيلم حب لا يرى الشمس؟ تأليف محمود أبو زيد، سيناريو وحوار وإخراج المخرج ده، بطولة نجلاء فتحي، فريد شوقي، محمود عبد العزيز، صفية العمري، أحمد يحيى. برافو عليك، إجابة صحيحة، برافو عليك. سؤال صعب، برافو عليك. 10 نقاط مهمين جدا لجامعة أسيوط 50، جامعة دمياط 15. أغاني موسيقى والسؤال. تحت الياسمينة في الليل هي أغنية لمطرب تونسي راحل، فمن هو؟ غناها محمد منير كمان، من تأليفه وألحانه وغنائه، من أعظم المطربين التونسيين، من أعظمهم. الهادي إيه؟ الهادي إيه؟ الهادي الجويني؟ إجابة صحيحة. خدت الكلمة وخطفت البازر، هي فاكرة بس مش قادرة تجمع الاسم. برافو عليك يا مروة، نتيجة 60، جامعة أسيوط، جامعة دمياط 15. لوحات ومعالم والسؤال هو تقع بوابة الجحيم بإحدى دول آسيا الوسطى، فما هي؟ تركمانستان. لا نستنى بقى. إيه؟ مش كل مرة. هي خدت مني البزر أصلا. ممتازة فعلا؟ صح؟ ممتازة. أيوة. ما شاء الله عليها. برافو يا مروة، إجابة صحيحة. تركمانستان هي الإجابة الصحيحة. عدد من المهندسين من السوفيت كانوا بيقوموا بعمليات تنقيب على الغاز. أحد الحفارات وقع فيها انهار، وقع فيها بالضبط، وقع فيها وفضلت تشتعل تشتعل تشتعل. انت عارف انها لسه بتشتعل لحد دلوقتي؟ ما تشتعل كتير، ضيعوا كل الغاز ده، اكتر من 50 سنة بتشتعل ومش عارفين يلاقوا لها حل. الكلام ده من سنة كام؟ 1971. عندكم القصة كاملة، تستحقوا ال10 نقاط، برافو عليكم. 70 جامعة أسيوط، 15 جامعة دمياط. السؤال اللي جاي عايز شوية تركيز، سؤال سهل جدا، شوية تركيز، سرعة البديهة. والسؤال هو كم عدد أعلام الدول الأوروبية في الصورة؟ محمود إجابتك؟ 4. هما إيه؟ ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا. إجابة صحيحة، برافو عليك يا محمود. 25 جامعة دمياط، 70 جامعة أسيوط. جامعة أسيوط هي دي جامعة أسيوط اللي احنا عارفينها. جامعة دمياط محتاجين شوية تركيز. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه، بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 190,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. المجموعة الثانية عباقرة الجامعات الموسم السادس، مباراة مهمة جدا، وهفكركم بالنتيجة. جامعة أسيوط 70، جامعة دمياط 25. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أبو القاسم والشربيني، شربيني وأبو القاسم. أبو القاسم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. شربيني تعالى مكاني. يعني أول مرة بتشارك ويضحكوا عليك
ويدبسوك وينزلوك في تحت الضغط؟ كنا متفقين مين اللي هينزل. طيب نطمن على ابو القاسم. تمام، الاسئله مش صعبه ولكن محتاجه تركيز منك بس مش اكتر. تحت الضغط كاونتر. في اي دوله اوروبيه يقع مطار شتوتغارت؟ المانيا. صح. من هو مخرج مسلسل ذئاب الجبل؟ باص. ما هو سدس العدد 90؟ 15. صح. في عهد اي رئيس وزراء لمصر حدث حريق القاهرة عام 1952؟ مصطفى النحاس. صح. ما هو البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان؟ باص. ما هي أول دولة عربية بدأ بها الإرسال التلفزيوني عام 1900؟ مصر. غلط. بيت الدمية. هي مسرحية الأديب نرويجي، فمن هو؟ باص. في أي دولة خليجية تقع جزيرة المحرم؟ البحرين. صح. ملهمش في الطيبة أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ تامر حسني. غلط. ما هو أول منتخب عربي وصل لنصف نهائي أولمبياد كرة اليد؟ مصر. إجابتك صح ولكن أنا مش متأكد برة حسب الوقت ولا لأ. بتحسب إن شاء الله. هنرجع للفار ونتأكد. مفيش مشكلة. تمام، نرجع للفار. خمس إجابات صح من 10. كويس يا محمد، تفضل. كويس، مش وحش طبعا، مش وحش، الحمد لله. سليم، عايزين ابو القاسم ينضم لينا، نشوف ابو القاسم هيعمل ايه. ابو القاسم، عايز تعرف النتيجه ولا لا؟ ليه مفكر؟ حاضر. تحت الضغط كاونتر. في اي دوله اوروبيه يقع مطار شتوتغارت؟ المانيا. صح. من هو مخرج مسلسل ذئاب الجبل؟ مجد ابو عميره. صح. وهو سدس العدد 90؟ 15. صح. في عهد اي رئيس وزراء لمصر حدث حريق القاهره عام 1952؟ احمد شريف. غلط. ما هو البروتين الاكثر وفره في جسم الانسان؟ البومين. غلط. ما هي اول دوله عربيه بدا بها الارسال التلفزيوني عام 1954؟ مصر. غلط. بيت الدميه هي مسرحيه الاديب نرويجي، فمن هو؟ بس. في أي دولة خليجية تقع جزيرة المحرق؟ السعودية. غلط. ملهمش في الطيبة أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ مصطفى عمر. غلط. ما هو أول منتخب عربي وصل للنصف النهائي؟ صح. صح. أربع إجابات من 10 وخمس إجابات بس. حلوة مصر دي، أنا محيتش أقول السؤال. ما يلا ما هو أول منتخب عربي وصل لنصف نهائي أولمبياد كرة اليد؟ هي مصر فعلا. الحمد لله. تمام، أربع إجابات صح وخمس إجابات صح. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. سؤال الخامس، ما هو البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان؟ الكولاجين. كولاجين. ما هي أول دولة عربية؟ العراق. بالظبط. أنتوا الاثنين قلتوا مصر وهي العراق. بيت الدمية. هنريك إبسن. هنريك إبسن. ملهمش في الطيب إيهاب توفيق. كل جمهور عارف كل الإجابات طبعا. إيهاب توفيق. كلنا نحيي الشربيني وأبو القاسم. أبو القاسم مش النتيجة اتغيرت. دمياط حسنت النتيجة شوية. تمام. أبو القاسم كنتوا كام؟ 70. وأربع إجابات صح. أيوة. كل إجابة بخمس نقاط بقيتوا 90. محمد الشربيني كام؟ كنا 25. 25 وخمس إجابات صح بخمسة وعشرين نقطة. وعشر نقطة دي بقيتوا 60. 60 وخمسة وعشرين 85. رجعنا في الماتش. فرق خمس نقط، رجعتوا تاني في المباراة. 90 وخمسة وعشرين 115. تفرق جامد جدا قبل الفقرة الأخيرة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. كارن، ياسمين وكارن، والهدف الأول هنشوف هيروح لجامعة مين. السؤال الأول، معلومات عامة، في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للصندوق العالمي للطبيعة؟ اتأسست 1948. فرنسا. فرنسا. إجابة خاطئة. كشركة تابعة
لجمعية الحفاظ على الحياة البرية. سنة 1961 اتغير الاسم وبقى الصندوق العالمي للطبيعة. سويسرا؟ الهدف الأول. الهدف منه الحفاظ على الحياة البرية والبيئة. هارد لك يا كارل، هدف بلا مقابل. أبو القاسم، محمود شريف، محمود شريف وأبو القاسم. سؤال التاني، تاريخ. تم بناء قصر الباب العالي في القرن الخامس عشر الميلادي بأمر من سلطان عثماني، فمن هو؟ كان مركز لحكم الدولة العثمانية. سليم الأول. سليم الأول، إجابة خاطئة. مدرج على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي. سليم الثالث. ولا سليم خالص. محمد الفاتح. محمد الفاتح طبعا، إجابة خاطئة. اتوصف بأنه من أجمل القصور في العالم. مروة وردوة. ردوة لو جبتي صح خلاص رجعت 25 نقطة. السؤال الثالث، فنون. من قام بدور المحامي حسين في فيلم عايز حق؟ عصام كاريكا. عصام كاريكا كان موجود في الفيلم فعلا، كان اسمه شوقي وما كانش محامي. إجابة خاطئة. هاني رمزي وهند صبري. يا رب افتكر اسمه صح، حجاج عبد العظيم. ده من اهم ادواره. ايوه طبعا فعلاً. يا مروه الهدف الاول. عن روايه للكاتب يوسف عوف ومن اخراج احمد نادر جلال. البدري والشربيني. الشربيني والبدري، مش محتاج ألم، محتاج إجابة. ربنا يسهل. سؤال الرابع، أدب. بنات الباشا هي رواية الكاتبة مصرية معاصرة، فمن هي؟ رضوى عاشور. رضوى عاشور للأسف الشديد إجابة خاطئة. أنا بقول معاصرة. اتنشرت 2017. أنا شفت الغلاف بس مش فاكر الاسم. أنا ريم باسيوني. نورة ناجي. نورة ناجي. شفت الغلاف. هارد لك البدري، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة نورة ناجي. بتدور عن قصص للنساء فاقدين الرغبة في الحياة وفكرة إعطاء الأمل ليهم. رواية حلوة. طبعاً السؤال اللي جاي 25 نقطة، الهدف الذهبي الجولدن جول، ويعتمد على السرعة. ليكم انتوا التمانية. الهدف الذهبي، جغرافيا. ما هي أكبر بحيرة عذبة بأمريكا الوسطى من حيث المساحة؟ نيكاراجوا. بقول نيكاراجوا. أمريكا الوسطى مساحتها حوالي 8157 كيلومتر مربع. بحيرة نيكاراجوا هي أكبر واحدة، أنا معرفش عذبة ولا ملحة. بيصب فيها أكتر من 40 نهر. في إجابة تانية؟ ما عندكوش إجابة؟ لا بصراحة. الهدف الذهبي. برافو يا بدري. فعلا بحيرة نيكاراجوا. 25 نقطة لجامعة أسيوط، 115 جامعة أسيوط، 60 جامعة دمياط. مستوى جامعة أسيوط النهاردة مختلف تماما عن الماتش الأولاني. مركزين، قلقانين، خايفين. جامعة دمياط الماتش الأولاني كانوا مركزين أكتر من الماتش ده، مع التوتر والخوف من توديع البطولة، مباراة مش سهلة.
أول مرة جامعة أسيوط تبقى في الموقف ده. الهدف الذهبي. الهدف الذهبي قدرت أجاوب على السؤال وأخد 25 نقطة لجامعتي. بعد ما أحرزت أول هدف كنت أتمنى أن حد من الفريق يجاوب إجابة صحيحة وناخد 25 نقطة، بس خير إن شاء الله ولسه قدامنا فرصة في عجلة الحظ. تحت الضغط الحمد لله قدرت أن أنا أجاوب على 5 أسئلة، السكور رجع شوية بعد تحت الضغط. الحمد لله قدرنا ناخد ضربات الجزاء ونبعد شوية تاني بالسكور. محدش عارف ماتش النهاردة هينتهي إزاي، عجلة الحظ وأربع أسئلة وهنشوف ماتش النهاردة هيخلص على إيه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 350 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. المجموعة الثانية عباقرة الجامعات الموسم السادس، وهفكركم بالنتيجة. جامعة أسيوط متقدمة 115، جامعة دمياط 60. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق، وأول سؤال ألاء. تفضلي يا ألاء. ألاء السنباطي. وهنشوف السؤال الأول وموضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا آلاء. فنون، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. بـ20 نقطة، تمام. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور مدير السوبر ماركت في فيلم تيتا رهيبة، فمن هو؟ بطولة محمد هنيدي، سميحة أيوب، آمي سمير غانم، باسم سمرة، محمد فراج، عبد الرحمن أبو زهرة. رضوى إجابتك. محمد عزت. في إجابة؟ أنا قلت أنا أول. للأسف الشديد يا رضوى، إجابة خاطئة. تأليف مين؟ يوسف معاطي. وإخراج سامح عبد العزيز. فايق عزب. جامعة أسيوط لو أخدتوش الجوكر نحسم أول ثلاث نقاط لجامعة أسيوط. إجابة صحيحة. النتيجة اتغيرت، 135 جامعة أسيوط، 60 جامعة دمياط. محمود، تفضل يا محمود. محمود عبد القادر. وهنشوف موضوع السؤال ايه. علم، تمام. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. علم، والسؤال هو أدب. زينة الحياة هي مجموعة قصصية لأديبة مصرية معاصرة، فمن هي؟ محدش يتكلم. 1996، 8 قصص. اي حاجه. كارن، اجابتك. منى سلامة. منى سلامة 96، اجابه خاطئه. رشا عدلي، اجابه خاطئه. مين يا شباب؟ أهداف سويف. سويف. أوه. هردك يا مروة. محمد المعتز. والسؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال إيه. سويتش. تحبوا يتسألوا فيه؟ رياضة. رياضة. 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30. مش فارقة بقى. 30. رياضة، والسؤال هو ما هو النادي الأكثر خسارة
لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2023. دوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً. 83 و 2013 و 2014 فياريال. فياريال إجابة خاطئة. فياريال كسب البطولة مرة، النادي ده ما كسبهاش ولا مرة. نهاية 2014 تقريبا كان إشبيلية وبنفيكا، فهي بنفيكا غالبا. بدري إجابة صحيحة. رابع بدري قاموس رياضة. 2014 خسر ضد إشبيلية ركلات جزاء كانت، و 2013 ضد تشيلسي. تشيلسي إيفانوفيتش هدف. 83 كان ضد ريال مدريد غالبا. أندرلخت. أندرلخت 165 حد يخسر من أندرلخت. جامعة أسيوط 60 جامعة دمياط. آخر سؤال إبراهيم الدسوقي. إبراهيم الدسوقي وهنشوف آخر سؤال وموضوع السؤال إيه. سويتش تمام. تحبوا يتسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 66 في 22 على 6 ناقص 177 يساوي كام؟ ناقص كام؟ ناقص 177 يساوي كام؟ كارن 65. إجابة صحيحة. برافو يا كارن. جامعة أسيوط بتعود إلى مستواها الحقيقي. الحمد لله. هو ده مستوى جامعة أسيوط اللي احنا نعرفه. 195 جامعة أسيوط، جامعة دمياط 60. جامعة دمياط لسه الأمل موجود، ولكن المهمة بقت صعبة. عندكم ماتش تالت مع مين؟ منصور. مع جامعة المنصورة. مباراة تقيلة جدا. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المجموعة التانية، الموضوع اتعقد جدا. افضل لاعب في ماتش النهاردة عبد الرحمن البدري ب 95 نقطة. تعالوا نشوف ترتيب المجموعة التانية بعد ماتش النهاردة. في الصدارة جامعة المنصورة 6 نقاط 325 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني جامعة أسيوط 3 نقاط 300 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث جامعة دمياط 3 نقاط 205 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع جامعة حلوان مفيش نقاط 260 نقطة إجابات صحيحة. يعني الأربع فرق عندهم أمل. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 255 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 510 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,510,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. حلقة جميلة. هارد لك لجامعة دمياط، أتمنى لكم التوفيق في المباراة القادمة. جامعة أسيوط برافو عليكم، عرفتوا ترجعوا لمستواكم ودي أهم حاجة. أتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.